لندن لها أمريكا ده موضوع تاني، بس لندن ليها دلالة مهمة جدا اللي هي مقر التنظيم. يعني إذا ضرب، يعني اللي بيفهموا في الجماعة ومتخصصين فيها يقولك إذا ضرب التنظيم في لندن أو جفف التنظيم في لندن تستطيع أن تجففه في معظم العواصم الأوروبية. ودي نقطة، يعني دي نقطة يعني ممكن يبنى عليها بشكل كبير جدا. يعني إذن الرئيس عدلي منصور يشكل لجنة قانونية يتم تضافر الجهود ما بين الوزارة وزي ما حضرتك قلت وما بين نقابة المحامين وما بين مجلس قومي لحقوق الإنسان وغيره وغيره عشان يتم تزويد هذه الحكومة بتقارير. كلام حضرتك صحيح. لندن هي عاصمة العالم التاريخية القديمة، وفي نفس الوقت لندن مرتبطة بميلاد الإخوان المسلمين في مصر. وميلاد حركة الإخوان المسلمين في مصر ليس بعيدا عن الملف البريطاني أو ملف الاحتلال، هم كانوا قريبين جدا من عملية التشكيل والتأسيس والتبني والمقاومة والشد والجذب والانحصار والجزر. كل ده له تاريخ. بريطانيا رقم واحد في العالم التي لها صلة بجماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي في أهمية كبيرة جدا أن تكون البداية في العالم المتحضر، العالم الأوروبي، أن تكون من لندن. يعني يمكن انا بس عاوز اذكر انه مركز ابن خلدون وسعد الدكتور سعد الدين ابراهيم وداليا زياده عملوا ملف وطلعوا على بريطانيا وطلعوا على امريكا، وكان الملف يحوي ان الجماعه جماعه ارهابيه.